أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في من يأخذ العلم من القنوات الفضائية وما أثر ذلك على طالب العلم؟ الله جل وعلا قال لنا: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فنأخذ العلم عن العلماء وأهل الذكر، ما نأخذه عن القنوات الفضائية. إذا قلنا ما نأخذ العلم من الكتاب وحده، فكيف نأخذ العلم من القنوات الفضائية التي يأتي فيها من هب ودب، ويأتي فيها المغرض وغير المغرض؟ فلا نأخذ العلم من القنوات الفضائية ولا نعتمدها. نعم.